السلام عليكم طلاب، اليوم نكمل الجزء الثاني من محاضرة ريستيرو ديريكتو إنديريكتو، كيفية إرسال أو نقل الطلبات والنصائح بأسلوب المباشر وغير مباشر. ترانسميتير نقل أو إرسال، بيتيثيونيس يعني الطلبات، إي كونسيخوس النصائح، إن ستيلو ديريكتو إي إنديريكتو بالأسلوب المباشر وغير المباشر. بالبداية عندنا بيتيثيونيس يعني الطلبات، نشوف شنو هو الطلب. طلبته من عندي زميلتي أو صديقتي هي مريم، طلبت من عندي، طلبت قالت لي اسكريبيمي اون ايميل، هاي المنسخة اوريجينال يعني الأصلية، الرسالة الأصلية هي اسكريبيمي اون ايميل. أنا بعدين جيت قلت لكم مريم طلبت مني أن أكتب لها رسالة، طبعا نعرفه بريد الكتروني، هذا الرساله يعني بريد الكتروني ايميل. مريم مي بيدي كي لي اسكريبا، الاسكريبا مي الامر، اكتبي لي ايميل يعني بريد الكتروني، صارت مريم مي بيدي. انا جيت قلت لكم مريم طلبت مني مي بيدي كي لي اسكريبا اون ايميل. نجي على ثاني يوم، ثاني يوم أجي أعيد الغير أحد أصدقائي أو لكم، أجي أقول للي ما سمعوها، أقول مريم مي بيديو، مي بيديو طلبت مني البارحة أيير كيلي إسكريبييرا أون إيميل، يعني هي البارحة طلبت من عندي صارت إسكريبييرا، يعني أول مقطع كان إسكريبمي، هاي المنسخة أوريجينال الأصلية الرسالة بالأمر طلبت مني. ثاني يوم من جيت أنقل العفو لكم أول مرة صار بيدي كي لي إسكريبا، صارت برسنتد سبخونتيبا. بعدها بيوم أير يعني البارحة أقول قد طلبت مني إسكريبييرا، صارت إمبيرفكتو سبخونتيبا. نجي على الطلب الثاني، كومبليتا إستي أخرتيثيو، أنا أطلب من عندكم أقول لكم كملوا هذا التمرين أنتوا حلو، هاي المنسخة أوريجينال يعني الرسالة الأصلية. نجي على بعدها، مي بروفيسور، مي بروفيسورة